كريدي أجريكول، قصة نجاح على مدى 10 سنين. بدايتها مجموعة عالمية وفريق عمل عنده الخبرة المصرفية من 4 بنوك دولية، ووراها مجموعة قيم حقيقية والتزام وطموح بيأكدها كل واحد فينا، علشان كريدي أجريكول مصر يتطور ويتوسع في خدمة كل عملائه، وعلشان سنة ورا سنة نكبر مع بعض. Dear colleagues, it's my great pleasure to launch with you our 10th anniversary celebration. For this anniversary, we want to celebrate, highlight one of our core values, a key factor of success, long-term relationship, partnership with all our stakeholders. Our 10th anniversary is a great occasion to recognize and reward this loyalty that makes our success. الاحترافية والطموح بالتأكيد عوامل للنجاح لما يكون وراها انتماء لأسرة كبيرة ومدرسة عريقة. هي كريدي أجريكول هو بيت، عائلة، لأن أنا بقضي هنا أكتر ما بقضي مع عائلتي في البيت. فأنا كريدي أجريكول بتحول عندي مش شغل، لا ده بيتي، بس بيتي الكبير. لما بتكلم مع مديريني بتكلم دايما إن أنا ده فرعي وده بيتي اللي أنا موجود فيه طول عمري. هو كان حياة جديدة وبداية جديدة، وأنا كنت سعيد بها جدا، لأن مع بداية بنك كريدي أجريكول أنا ربنا لزقني ببنت، وهي فعلا دلوقتي عندها 10 سنين. منه اتعلمت حاجات كتير جدا، واكتشفت في شخصيتي حاجات ما كنتش أعرفها. بتعلم حاجات كتيرة كل يوم، سواء من تعاملاتي مع الموظفين زمايلي في الشغل، أو حتى مع العملاء اللي بتعامل معاهم. إحنا we're not running a bank، كل واحد في حتته كأنه ده his own shop. كريدي أجريكول بيدي الفرصة للناس إن هي تأكسيد الإكسبكتيشن. أول ما اشتغلت أزا كول سنتر، كنت عايزة أعمل شيفت كارير، والبنك اداني الفرصة إن أنا أشيفت الكارير ده. وأول ما نزلت الفيكنسي إن أنا ممكن أبقى بيلز أوفيسر، قدمت عليها وتقبلت. أنا تحولت من مواطن عادي جداً لإنسان مميز جداً. أي موظف هيخش كريدي أجريكول هيتطور، علشان كريدي أجريكول عنده مانيوال وبروسيجرز، وعنده نظام واضح لتدريب الموظفين. أنا شخصياً تطورت مع التطور بتاع إن كل سنة فيه جديد. كريدي أجريكول قوى ثقتي في نفسي، واداني إيمان إن بالمجهود الواحد برضو بيوصل حتى لو أخد وقت شوية. البنك الحقيقة كان من ضمن الأوقات الصعبة بتاعته إن إحنا غيرنا السيستم كذا مرة. بيبقى فيه نقل لقاعدة بيانات، في كمان الناحية الإنسانية ضغط رهيب على الموظفين اللي بيشتغلوا في البنوك، لأن كنا مطلوب مننا إن إحنا ننجح ونعدي بالفترة دي. الأوقات الصعبة اللي أنا طبعاً مش هنساها في حياتي هو وقت الثورة. كل الديبارتمنتس بتحاول فعلاً تساعد بعضها، وبقينا من ضمن من أحسن البنوك اللي موجود فيها سيستم بيخدم عملاء في كل جمهورية مصر العربية. نجاحنا الحقيقي ان البنك بيكبر واحنا كمان نكبر معاه. انا بحلم ان البنك يبقى نمبر 1 في مصر. نحسن علاقتنا اكتر مع العميل، وهيفضل محافظ او هيدعم ان هو يفضل the first European reference bank in Egypt. انا شايفه كريدي أجريكول هيكبر واحنا هنكبر معاه. البنك متجه الوقت الجاي في حته الديجيتال، وده المجتمع كله ابتدى يتنقل ليه. انا بحلم ان انا ابقى ليدر موديل
للاجيال كلها اللي بتخش البنك. بحلم ان انا اكون ماجيك دايركتور لبنك زي كريدي اجريكول. كلمة السر هنا في البنك اللي مخليها البنك بيتقدم هي السينرجي، سيرفيس كواليتي، اعلى مستوى من الخدمه. هي كلمه واحده بس، احنا في كريدي اجريكول وان بيج فاميلي.